طيب السؤال الثاني بيقول النسبة بين عدد مجموعات الفوسفات في جزيء الاي تي بي لنسبتها في الفوسفوليبيدات. ده جميل جدا. هنا دلوقتي الموضوع ما بين الاي تي بي وما بين الفوسفوليبيدات. طبعا انا عارف ان الاي تي بي ثلاث مجموعات فوسفات، لو انت فاكر سكر ريبوز مع قاعده ادينين مع ثلاث مجموعات فوسفات، انما هنا جزيء فوسفات واحد، يبقى انا بتكلم دلوقتي معايا ثلاثه ومعايا واحد، فانا بقول النسبه بين مجموعات الفوسفات في جزيء الاي تي بي اللي نسبتها في الفوسفوليبيدات هتبقى 3 الى 1. الوحدات البنائيه المكونه للجدار الخلوي طبعا هو حاطط في الاختيارات الملتوز، الفركتوز، الجلوكوز، الجلاكتوز، لكن انا دلوقتي بتكلم على ان انا بحولها لمعلومه. ايه هي الماده المكونه للجدار الخلوي؟ الماده المكونه للجدار الخلوي هي السليلوز. طب السليلوز ده البوليمر، مين الوحده البنائيه له؟ الجلوكوز. عايز اقول لك ان الجلوكوز هو الوحده البنائيه للسليلوز وللنشا وللجلايكوجين، فطبيعي جدا هختار الجلوكوز. طيب جميل، سؤال جميل برضو، احدى صور الكربوهيدرات توجد في دم الحيوان. طبعا دم الحيوان او الانسان، احنا طبعا ما بنيجي نتكلم على تحليل السكر فاحنا بنتكلم على نسبة السكر الجلوكوز، ما بنقول السكر عندنا حتى في ثالثة سنة وان شاء الله لما تاخدوها من 80 ل 120 ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب، هو طبعا يقصد هنا سكر الجلوكوز، فهنعرف ان سكر الجلوكوز هو سكر الموجود في الدم سواء عند الانسان او الحيوان. طيب جميل، السؤال اللي بعده، يتكون بروتوبلازم الخلية من، بسيطة البروتوبلازم، طبعا موضوع الاختيارات ان احنا نقول له ده هيسهل الموضوع، خلينا نصعب السؤال قوي ونقول ان البروتوبلازم بيتكون من ايه. البروتوبلازم يا جماعة بيتكون من سيتوبلازم زائد نواة، وطبعا انت لو جمعت على البروتوبلازم ده غشاء خلوي وجدار خلوي تبقى بتتكلم عن خلية نباتي. لو حطيت على البروتوبلازم غشاء خلوي بس اللي هو الغشاء البلازمي هيبقى بتتكلم على خليه حيوانيه. طيب جميل. طبعا انا بعتذر في الفيديوهات اللي فاتت على السرعه، ولكن السرعه ما بتبقاش مقصوده اكتر من ان انا عايز ادي لك اكبر قدر ممكن من المعلومات في اقل قدر ممكن من الوقت. فبراحتك انت بقى تبطئ الايه السرعه براحتك. طيب في الغشاء الخلوي يعمل مين كمواقع تعرف الخلية على المواد المختلفة. طبعا لو انت لاحظت هتلاقي الغشاء الخلوي اللي هو الغشاء البلازمي اللي كان بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيدات، طبقة خارجية وطبقة داخلية، وعايز اقول لك ان الرؤوس المحبة للماء بتبقى في الاتجاه الخارجي والاتجاه الداخلي، فهو بيسألني مين اللي يقدر يتعرف على المواد ويسمح بمرورها. طبعا مادة البروتين اللي بتعمل كبوابات بين الطبقتين دول وبتعمل على عدم تطابق الطبقتين فوق بعض، وبالتالي هختار طبعا البروتين اللي بيعمل كبوابات بتتحكم في مرور المواد. جميل، السؤال اللي جاي، يتكون السنتروسوم من عدد من نقط الأنيببات الدقيقة. طيب خليني أغير في السؤال وأقول إن أنا هتكلم على السنتروسوم و السنتريول. كم عدد الانيببات في السنتروسوم وكم عدد الانيببات في السنتريول؟ طبعا يا جماعه احنا عارفين ان السنتريول ده عباره عن انبوبه، تمام؟ الانبوبه دي فيها ثلاث انيببات عاملين مجموعه. بالمنظر ده انا عندي تسع مجموعات، ركز معايا، ثلاث انيببات في المجموعه الواحده وانا عندي تسع مجموعات، يبقى 3 في 9 بكام؟ ب 27، يبقى في 27 انيببه في السنتريول اللي هو جزء من السنتروسوم، اللي هو السنتروسوم على بعضه عباره عن 2 سنتريول، يعني 27 هنا و27 هنا يبقوا 54 انيببه. طيب بنقول سؤال لذيذ وجميل، عضيات خلويه تعتبر المستودع الرئيسي لإنزيمات تكوين الروابط البيبتيدية. طيب هي الرابطة البيبتيدية الإنزيمات بتاعتها مش مادة بروتينية؟ أي إنزيمات ما هي مادة بروتينية، وبالتالي أنا هدور على عض بيكون مصدر لتصنيع البروتين، فطبعا هيكون لاختياري طبعا الريبوسومات بالنسبة للإجابة. طيب تتعرف الخلية أو أي مما يلي يعطي الخلية الحيوانية شكلا واضحا محددا. طبعا هو كتب الجدار الخلوي، الغشاء الخلوي، شبكة الخيوط والأنابيب الدقيقة، كل من ألف وجيم. طالما قال شكل محدد واضح يبقى أنا عايز حاجة خارجية، يبقى ما فيش قدامي غير الغشاء الخلوي، والغشاء الخلوي هو المميز للخلية الحيوانية. جميل،
تخزن الطاقة ناتجة من التنفس في جزيئات، في جلوكوز، في دهون بسيطة، في جلايكوجين، في أدينوزين ثلاثي الفوسفات. ركز بقى معايا بالنسبة لموضوع مخزون الطاقة ده، لأنه طبعا عامل أزمة كبيرة قوي. في فرق يا أولاد ما بين مخزون الطاقة الفعلي ومخزون الطاقة المباشر. في مخزون طاقة مباشر يعني أنا محتاج الطاقة في صورة وقتية، يبقى الـ ATP ده عملة الطاقة المتداولة اللي أقدر أتداول بيها الطاقة بسهولة. ولكن مخزون الطاقة الفعلي اللي بيتخزن في الكبد والعضلات هو الجلايكوجين. طيب، فعملية التنفس الخلوي لما بيقول لي بتخزن الطاقة من التنفس أو الناتجة من التنفس، ناتجة من التنفس يعني المادة اتحرقت خلاص، يبقى طبيعي فين؟ في الـ ATP. طيب نقول، بيقول عملية البناء ما هي إلا بلمرة، اختزال، أكسدة، هضم. طبيعي جدا، أنا قبل كده قلت معاك إن عملية الأيض اللي بتشمل عملية الهدم وعملية البناء، فأنا بقول دايما إن البناء تساوي بلمرة، وإن الهدم اللي هو بيساوي كلمة تنفس خلوي، تمام؟ يا إما يبقى طبعا أنت عارف إن الهدم يا إما بالأكسدة يا إما بالتحلل المائي. وعايزك تعرف إن الهدم يقصد به الأكسدة لما يكون بيتكلم على عملية التنفس الخلوي في إعطاء طاقة، ولكن يقصد الهدم عن التحلل المائي أو بالتحلل المائي لما يكون بيقصد عملية الهضم. يبقى عملية الأكسدة لما يكون بيتكلم على عملية التنفس الخلوي، يعني التنفس الخلوي نوع من أنواع الهدم بالأكسدة، أما الهضم نوع من أنواع الهدم بالتحلل المائي. أما البناء بلمرة، لأن طبعا البناء عملية تحويل المواد البسيطة لمواد معقدة. طيب جميل، عندنا هنا سؤال بيقول الجدار الفاصل بين الخلايا المتجاورة لتحلب الإسبيروجيرة بيتكون من كربوهيدرات، بروتين، ولا دهون، ولا أحماض نووية؟ ايه موضوع تحلب الإسبيروجيرة؟ بصوا يا جماعة، سواء انت عارف تحلب الإسبيروجيرة او ما تعرفوش، طبيعي الطحالب دي تنتمي لعالم النبات، وطبيعي جدا لازم نبقى واضحين في ان اللي هيحيط بأي خلية نباتية من بره هو الجدار الخلوي. طبيعي لما يطلب مني مين المادة اللي بتحيط بجدار الطحالب، او السؤال بالنص بيقول الجدار الفاصل بين الخلايا المتجاورة، يعني لو اعتبرت ان ديت خلية ودي بتجاورها خلية، فالجدار الفاصل بين الخلايا المتجاورة طبيعي لازم يبقى جوه الخلايا نباتية، لان الطحالب نبات، فهيكون كربوهيدرات لانه هيكون من مادة السليوز. احنا عارفين طبعا الجدار الخلوي بيكون مادة السليوز، والسليوز تابع للكربوهيدرات. طيب نروح لسؤال جميل، السؤال ده لذيذ بصراحة. أي العضيات الآتية تتأثر برابع كلوريد الكربون؟ رابع كلوريد الكربون بيفكرك بإيه المادة دي؟ رابع كلوريد الكربون يا جماعة بيفكرنا بالمادة اللي بتذيب الدهون، لأن الدهون كانت بتدوب في البنزين، ورابع كلوريد الكربون باعتبارها مذيبات عضوية وليست مذيبات قطبية كالماء. فطيب، طيب أنا دلوقتي معايا المادة دي، لو اتحطت على عض ايه تأثر عليه؟ طب تعال نشوف كده، هو حاطط لي هنا في الاختيارات سنتروسوم اللي هو الجسم المركزي، ورايبوسوم، وسنتريول، وحاطط الميتوكوندريا. لو لاحظت هتلاقي ان العضيات دي كلها تنتمي للعضيات غير الغشائية، فبالتالي دي غشائية يعني لها غشاء يشبه الغشاء البلازمي يعني دهون، يبقى اذا الاجابة هتكون الميتوكوندريا. نكمل بقيه اسئلتنا. السؤال طبعا الاخير اللي احنا جاوبناه كان اي العضيات تتاثر برابع كلوريد الكربون، اخترت الميتوكوندريا لان الميتوكوندريا من العضيات الغشائيه، ومعنى كلمه عضيات غشائيه يعني لها غشاء يشبه تركيب الغشاء البلازمي، واحنا عارفين تركيب الغشاء البلازمي يا جماعه فوسفوليبيدات، وبالتالي الفوسفوليبيدات نوع من انواع الدهون فهيتاثر برابع كلوريد الكربون. طيب بيقول السؤال، لدراسة تركيب الميتوكوندريا الداخلي لابد من استخدام مجهر ضوئي بسيط، مجهر ضوئي مركب، مجهر الكتروني نافذ، مجهر الكتروني ماسح. طبيعي طالما بتعامل مع عض وكمان من التركيب الداخلي يبقى بديهي مجهر الكتروني نافذ، ابعد بقى طبعا عن المجهر الايه الضوئي. طيب جميل، بيقول عندنا
عند وجود انزيم الاميليز في المعده فان طاقه التنشيط. طيب هو طبيعي انزيم الاميليز يا جماعه ده انزيم ما بيشتغلش الا في وسط قلوي، يعني يشتغل في الفم او يشتغل في الامعاء الدقيقه، ففي عندي في الفم اميليز لعابي وفي الامعاء الدقيقه اميليز بنكرياسي، وبالتالي بوجود الاميليز في المعده يعني توقف الانزيم، يعني طاقه التنشيط هنا المفروض انها بتكون اعلى ما يكون، لان طاقه التنشيط بتكون اقل ما يكون في وجود الانزيم الفعال، لان هو وجود الانزيم اساسا هو وسيط بيجعل طاقة التنشيط أقل ما يكون، وعمره ما هيجعل طاقة التنشيط أقل ما يكون إلا إذا كان نشط، وبالتالي وجود الإنزيم الأميليز لو إحنا قلنا في الفم أو في الأمعاء الدقيقة في الوسط اللي هو بيشتغل فيه هيقلل طاقة التنشيط، لكن وجوده في المعدة يعلي طاقة التنشيط، أو لأن التفاعل نفسه هيبقى تفاعل غير تام. طيب مش هيكتمل أساسا، مش هيعمل الإنزيم ده. نقول سؤال جميل، وحدات بناء سكر الشعير. طبعا يا جماعة سكر الشعير هو سكر الملتوز، وسكر الملتوز وحداته هي الجلوكوز أو المونمر بتاعه، هو وحدتين من سكر الجلوكوز. السؤال كمان اللي جميل وعجبني، إذا علمت أن ارتباط جزيئين من الجلوكوز بيتم نزع فيهم جزيء مية، فما الصيغة لبوليمر يتكون من 4 جزيئات جلوكوز؟ معنى الأول إن أقول 4 جلوكوز معناها إن 4 ناقص 1 بتساوي 3 جزيئات مية هينطلقوا. يعني إيه؟ يعني المفترض إن جزيء الجلوكوز ده C6H12O6، تمام؟ خليني أعمل ارتباط ما بين 4 جزيئات جلوكوز، يعني كل حاجة من دي هتتضرب في 4، تمام كده؟ كل حاجة من دي هتتضرب في 4. انا بتكلم دلوقتي بافتراض ان انا ما شلتش اي جزيئات مية. طيب طبعا دي هتبقى C24، 4 × 6 = 24، ودي هتبقى ب48، ودي هتبقى ب24، ده لو انا ما شلتش جزيئات مية. لكن ان انا عشان اربط 4 جزيئات جلوكوز ببعض فانا بعمل انطلاق او ناقص لثلاث جزيئات مية، يبقى انا هحذف من الرقم ده 3 جزيئات مية، فبالتالي هيفضل ثاني اكسيد الكربون زي ما هو، لان طبعا عدد ذرات الكربون ملهاش علاقه بجزيئات المية. هشيل 3 جزيئات مية اللي هي H2O، طبعا دي في 3، يعني ال H هشيل منهم 6 وال O هشيل منه 3. واحده واحده، انت بتعمل ارتباط 4 جزيئات جلوكوز ببعض. لو انت بتعملهم 4 في بعض كده لوحدهم لازم يبقى عندي C24H48O24، بس طبعا ده مش بيتم، لان انا بعمل ارتباط ل4 جزيئات جلوكوز فانا بعمل او بحذف منهم 3 جزيئات مية اللي هم ب6 هيدروجينات و3 اكسجينات. شيل بقى من الرقم ده 3 اكسجين فهتبقى الاكسجين ب21، وشيل 6 من ال 48 فهتبقى ب42، وبالتالي صيغه البوليمر الناتج من ارتباط اربع جزيئات جلوكوز هتكون C24 وH42 وO21. سؤال جميل. فطبيعي لما يجي لي سؤال زي ده الاول بحسب عدد جزيئات الميه اللي هتحصل او اللي هتفقد نتيجه ارتباط المونيمرات دي، وبعدين احذفها من الناتج الايه الكلي. طيب ندخل بقى على اسئله بالنسبه للسؤال برضو جميل اللي هو عدد الذرات في السكر الخماسي. سكر خماسي يعني ايه يا جماعه؟ يعني C5 وO طبعا 5 وH لازم تكون 10. طبعا سكر خماسي ده سكر، ده رمز سكر الريبوز يا جماعه، ده سكر الريبوز بالمره اهو. فهو بيقول لي عدد الذرات، هو طبعا ما سالش عن عدد ذرات الكربون ولا الهيدروجين ولا الاكسجين، ده بيسال سؤال عام وبيقول لي عدد الذرات في السكر الخماسي. سكر خماسي يعني السي ب5 والاو ب5 يبقى كده معايا 10، والH ب10 يبقى 20 ذره. تبقى 20 ذرة هي عدد الذرات الموجودة في سكر خماسي. طيب ندخل بقى على الباب الثاني في شوية أسئلة كده جميلة. أولا النسيج النباتي اللين. طبيعي النسيج النباتي اللين هو الكولانشيمي، ولكن أنا أستغل الفرصة وأقول الثلاث أنسجة
ونزود على السؤال ان عندي نسيج البرانشيمي هو النسيج المخزن. ده اللي موجود يا اولاد في الاوراق. يعني لو اعتبرت ان انا معايا ورقة خس، فورقة الخس الخضراء نفسها نسيج برانشيمي. اما الكولانشيمي مشهور باسم النسيج اللين زي عنق ورقة الخس، العود بتاعها. اما بقى لو كلمنا على بذور الجوافة، بذور المشمش، بذور الخوخ، البذور الصلبة، قشر القصب، الحبيبات الصغيرة اللي بتبقى موجودة جوه الكمثرى، تمام، ده اسمه نسيج سكالارانشيمي او نسيج صلب. يبقى النسيج المخزن البرانشيمي، النسيج اللين الطري النسيج الكولانشيمي، النسيج الصلب نسيج الاسكالارانشيمي. ودي طبعا الانسجه النباتيه البسيطه، لان كل خلايا من خلايا الانسجه دي بتكون متشابهه في الشكل والتركيب والوظيفه. طيب بنقول سؤال جميل، النسيج او المصاريقه يربط بين التواءات الامعاء الدقيقه، لذلك يصنف كنسيج حيواني. نوعه هو كاتب طلائي ولا ضم اصلي ولا ضم هيكلي ولا ضم وعائي؟ هو ضم طبعا، ولكن ضم اصلي، لانه من الانسجه اللي لما بتضغط عليها بترجع لاصلها. فهو نسيج المصاريقه ونسيج تحت الجلد اللي هي ادمه الجلد. وبالمره نروح على الجلد يا جماعه، عشان الجلد ذات نفسه فيه نوعين من الانسجه. لو انا بتكلم على الجلد كبشره، يبقى انا بتكلم على ان ده نسيج طلائي، تمام، وطلائي من النوع المركب كمان مصفف. لو انا بتكلم على الجلد كأدمه، يعني تحت الجلد الطبقه الثانيه من الجلد، فانا بتكلم عليها كنسيج ضام اصلي او اصيل. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول نسيج نباتي بسيط تتميز خلاياه باحتوائها على بلاستيدات خضراء. طبعا البرانشيمي زي ما هو مخزن بيعمل تهوية كمان، بيعمل بناء ضوئي. بنقول الأنسجة النباتية التي لا تحتوي على نواة. بصوا يا جماعة، أنا عندي الخلايا التي لا تحتوي على نواة. لو إحنا عايزين مثال منها في عالم الخلايا الحيوانية، فأنا أقول كرات الدم الحمراء، باعتبار أن كرات الدم الحمراء ما فيش فيها نواة لمدة 3 شهور كاملين. طبعا عمر كرات الدم الحمراء 4 شهور بس، يبقى في الشهر الاولاني بيبقى عندها نواه، لكن تتضاءل حتى تختفي عشان تبدا تكون مهيئه لحمل الهيموجلوبين بس، وبالتالي بتعد من الخلايا التي ليس لها نواه. كذلك لو انا عايز الخلايا نباتيه، فانا هقول الاوعيه في الخشب او الاوعيه الخشبيه. كمان هنقول الانابيب الغرباليه في اللحاء، احيانا بيسموها انابيب منخوليه، يعني شبه المنخول يعني. طيب سؤال جميل، عدد ذرات الهيدروجين في السكر السداسي. اهو سؤال كده يتعلق بده، سكر سداسي يعني سي 6، سي 6، فطبيعي لازم الاو 6، وطبيعي جدا لازم الاتش ب 12، طبعا ده رمز جزيئ الجلوكوز، ف سي 6 تبقى اتش 12 او 6. ماشي، سؤال برضو بيقول يتكون غشاء الفجوة العصارية من فوسفوليبيدات، جلايكوجين، سليليوز، مالتوز. بص يا جماعة، أنا عندي العضيات اللي موجودة في السيتوبلازم زي ما احنا اتفقنا 8. العضيات اللي موجودة في السيتوبلازم 8، 2 غير غشائي و6 غشائي. ولما اقول لك غير غشائي يعني لا يشبه تركيب الغشاء البلازمي، يعني ما عندوش فوسفوليبيدات، يعني ما فيش فيه دهون. لكن الغشائي يعني مكون من فوسفوليبيدات. طبعا غير الغشائي هو السنتروسوم الجسم المركزي والريبوسوم، وغير كده بيكون عنده فوسفوليبيدات، يعني بيكون مكون من دهون. طب هو كان بيسالني هنا في سؤال ايه، بيقول لي الفجوه العصاريه، الفجوه العصاريه ما هيش لا تبع الريبوسوم ولا السنتروسوم، تبقى فعلا الفجوه العصاريه بتكون من فوسفوليبيدات. طيب بنقول سؤال، اي من العضلات الاتيه تنفذ الحركه الاراديه؟ طيب انا قبل ما اختار، هي طبعا الهيكليه المخططه، انا اقول لك ان العضلات عندنا ثلاث أقسام، تمام؟ العضلات هيكلية، ودي بتكون إرادية مخططة، وملساء، ودي لا إرادية ولا
مخططة، والقلبية بتكون لا إرادية ولكن مخططة. كده بتفيدنا في أسئلة الاختياري على العضلات.